أربع مصابيح راح نوصلهم بطرق مختلفة مع مفتاح مفرد، ونشوف أثر التوصيل على إضاءة المصابيح الكهربائية. عندنا هاي العلب التوصيل الثلاثة، راح نبدأ في العلبة اللي في الوسط. زي ما احنا شايفين بعلبة الوسط فيها عندنا سلكين من المصدر الكهربائي، الحار أحمر والبارد لونه أزرق. في من المجموعة الأولى اللي على اليمين راح يجي خطين من علبة التوصيل اللي على اليمين، اللي هي واصل بين العلبة والعلبة. في عندنا أحمر وفي عندنا أزرق. في عندنا كمان هنا من العلبة اللي على الشمال اللي راح تيجي من اللمبتين اللي على الشمال أزرق وأحمر. في عندنا من مفتاح كمان أصفر وأحمر. الآن بعد ما تعرفنا عن الأسلاك في علبة الوسط، نرجع ونشوف الأسلاك في العلب اللي على اليمين وعلى الشمال. خلينا نشوف الأسلاك الموجودة في العلبة اللي على اليسار. هون في عندنا سلكين جايات من المصباح الأول أزرق وأحمر، ومن المصباح الثاني برضو في عندنا سلكين أحمر وأزرق، وفي عندنا من العلبة اللي في الوسط جاي سلكين أحمر وأزرق. نبدأ بالتوصيل بالعلبة هاي، نوصل المصباحين هذولا التوصيلة التوازي. إذا بنوصل مع التوازي راح نوصل الأزرق مع الأزرق والأحمر مع الأحمر، يكون هيك المصباحين وصلوا على التوازي، صار لهم طرفين جداد أحمر وأزرق. الآن راح ننقل الخطين هذول إلى العلبة اللي في الوسط، راح نوصل الأزرق مع الأزرق، وراح نوصل كمان الأحمر مع الأحمر. جمعنا بهاي التوصيلة المصباحين على التوازي، بحيث صار عندنا نقطتين أحمر وأزرق. ننتقل للعلبة اللي في الوسط، بيكون هم هذول السلكين الجايات من الجهة اليسرى أحمر وأزرق. خلينا ننتقل للعلبة اللي على اليمين، نوصلها نفس توصيل الجهة اللي على اليسار. راح نوصل المصباح اللي فوق مع المصباح اللي تحت على التوازي، يعني الأزرق مع الأزرق، وراح نوصل كمان الأحمر اللي من اللمبة اللي تحت مع اللمبة اللي فوق، نوصل الأحمر مع الأحمر. إذا هذول الطرفين هم أطراف اللمبات صارت موصولات على التوازي، نوصل هنا نقولهم لعلبة الوسط، نوصل الخطوط هاي مع الخطوط اللي جاي من الماسورة الوسط، بحيث الأزرق مع الأزرق، ونوصل الأحمر مع الأحمر. نوصل الأزرق مع الأزرق،
الوصلة هاي الوصلتين هذول وصلنا الجهة اليمنى مع الجهة الشمال، صار عندنا نقطتين موصلين اللمبات كلهم على التوازي. كيف نشبكهم مع المفتاح؟ راح نجيب راجع المفتاح ونوصله بأحد هاي النقطتين، يفضل بالأحمر عشان نترك الأزرق للبارد. إذا هذا المفتاح راجع المفتاح راح نوصله مع مجموعة اللمبات الرواجع اللمبات. الآن الخط الراجع من المفتاح بحمل التيار وصلناه مع اللمبات. الآن اللمبات برضه لازم نوصلهم بارد، هذا البارد الأزرق راح نوصله لمجموعة اللمبات اللي على اليمين وعلى الشمال، بيكون هيك الجهتين نوصلهم بارد. اللمبات جميع اللمبات بالدائرة وصلهم بارد من خلال هاي الوصلة. هاي وصلنا اللمبات، خلينا نجرب نشغل الدائرة. بعد ما جربنا الدائرة وصلنا اشتغلوا اللمبات جميعهم نفس الإضاءة على التوازي. إذن هاي أربع لمبات نوصلهم الآن مع مفتاح المفرد، بحيث يكونوا اللمبات الأربع موصولات على التوالي. يعني اللمبة اللي على الشمال، مجموعة على الشمال موصولة اللمبة الأولى مع اللمبة الثانية على التوالي، واللي على اليمين كمان اللمبة الأولى مع اللمبة الثانية على التوالي. المجموعة اللي على اليمين مع المجموعة على الشمال الثنتين راح نوصلهم على التوالي برضه. نبدأ الآن بالتوصيل، نبدأ من العلبة اللي على اليسار. إذن هاي أطراف اللمبة الأولى أزرق وأحمر، وهاي أطراف اللمبة الثانية أزرق وأحمر. نبدأ بالتوصيل على التوالي، إذا بنوصل على التوالي بنوصل الأحمر مع الأزرق، يوصلوا ما نشبك معها أي شيء، بنلفها ونغطيها، تكون هاي الوصلة الأولى هي وصلة التوالي بين اللمبتين في المجموعة اللي على الشمال. الآن في طرفين نهائيات للمجموعة هاي أزرق وأحمر، ننقلهم على العلبة اللي في الوسط، بحيث الأحمر مع الأحمر نغطيها، ونشبك الأزرق مع الأزرق، وننقلهم على العلبة اللي في الوسط. إذا هاي التوصيلة بس عملية وصل نقل الخطوط للعلبة اللي في الوسط. نفس الشيء بنعمل في العلبة اللي في اليمين. عندنا خطين من اللمبة اللي فوق اليمين واللمبة اللي تحت، في عندنا خطين أحمر وأزرق، خلينا نوصلهم على التوالي. لما نوصلهم على التوالي بنوصل طرف من اللمبة هاي مع طرف من اللمبة هاي، خلينا نوصل الأحمر مع الأزرق، يكون هاي التوصيل توصيل التوالي. هاي الوصلة عبارة عن وصلة بين اللمبتين على التوالي، لأن هاي طرف المجموعة اللي على اليمين أحمر وأزرق راح ننقل الأطراف هاي عبر الماسورة للعلبة اللي في الوسط. خلينا نوصل الأحمر مع الأحمر، ونوصل الأزرق مع الأزرق. هاي الوصلتين هذول عبارة عن عملية نقل لخطوط المجموعة الأولى لعلبة الوسط. إذا هذول الأطراف أطراف المصباحين المجموعة نقلناهم إلى العلبة اللي في الوسط. خلينا نشوف العلبة اللي في الوسط. الآن هاي أطراف اللمبات من المجموعة الأولى من اليمين، وهاي أطراف المجموعة اللي في الشمال. أول شيء بنوصل المجموعة اللي على اليمين مع المجموعة اللي على الشمال بطريقة التوالي. راح نوصل الأحمر مع الأزرق، بحيث نوصل المجموعة الأولى اللي على اليمين مع المجموعة الثانية اللي على الشمال توصيل توالي. ناخذ طرف من المجموعة الأولى مع طرف من المجموعة الثانية، وبنوصلهم بوصلة بنسكر عليها، ما راح نوصل فيها شيء لأن هاي توصيل توالي بين المجموعتين. إذا هاي وصلة وصلت المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية على التوالي. هاي طرف من المجموعة الأولى اللي على اليمين، وهاي طرف من المجموعة الثانية، كانهم أطراف لمبة واحدة. الآن نتعامل معهم كانهم أطراف لمبة واحدة. في عندنا طرفين مصدر الحامي الخط الأحمر، وفي عندنا البارد خط لون أزرق، وفي عندنا من المفتاح طرفين، واحد أصفر واحد أحمر. أول خطوة بنعملها نوصل الخط الأحمر الحامي
يروح على المفتاح. اذا هذا الخط الحار الحامي اللي بيحمل التيار بنوصله مباشرة للمفتاح. الان النقطة الثانية بنوصل البارد الى المصباح. هاي البارد الى المصباح. البارد الى المصباح اللي على اليمين مثلا. البارد الى المصباح. في عندنا الراجع اللي جاي من المفتاح بده يروح على اللمبات. هاي توصيله بنوصل الراجع مع طرف اللمبات. اذا الان بوصل راجع المفتاح الى اللمبات. تكون هيك الدائره اكتملت. خلينا نشوف الان نجرب نوصل الدائره ونشوف. لما اضينا اللمبات اضوا لك الاضاءه خفيفه جدا. هاي اضاءه المصابيح الاربعه لان الاربع لمبات تصلوا على التوالي. توصيل على التوالي بوزع الجهد. راح يتوزع الجهد على اللمبات الاربعه 220 فولت تقسيم اربعه بيطلع لكل لمبه 55 فولت. فتعطي اضاءه غير كافيه. الان في هاي التوصيله التوالي توالي توالي لو فصلنا اي مصباح من المصابيح راح يطفي كل المصابيح. اي مصباح بالدائره بنفصله راح نفصل الكهرباء عن الدائره كامله. الان بعد ما وصلنا المجموعه اللي على اليمين توالي والمجموعه اللي على الشمال برضه توالي راح نوصل في الوسط توازي. توالي توالي في الوسط توازي. راح نوصل المجموعه اللي اليمين مع المجموعه اللي على الشمال توصيل توازي. كيف نبدا التوصيل التوازي من مجموعتين؟ هاي اطراف المجموعه اللي على اليمين وهي اطراف المجموعه اللي على الشمال. راح نوصلهم توازي بحيث الازرق مع الازرق والاحمر مع الاحمر يكون هيك توصيل توازي. ما بدنا نشبك فيهم، خلينا نخليهم مكشوفين عشان نقدر نوصل فيهم. هاي اطراف المصابيح واطراف المصباح الكهربائي. عندنا مصدر كهربائي حامي وبارد، الحامي احمر والبارد ازرق. عندنا اطراف المفتاح احمر واصفر. خلينا نبدا بالتوصيل. الخط الحامي بنوديه على المفتاح الاحمر مع الاحمر بحيث نامن الخط الحامي الحار اللي بيحمل التيار للمفتاح. نحط البارد على المصابيح الازرق اللون الازرق. نوصله للمصباح او المصابيح باعتبار المصابيح صار مجموعه واحده. توالي توالي توازي بالنص. الان الراجع اللي اصفر اللي جاي من المفتاح راح نوصله مع الخط الاحمر الموصول من اللمبات. اذا هذا هو الراجع من المفتاح بنوصله الى اللمبات من خلال الوصله هاي. يكون هيك اكتمل التوصيل. خلينا نشوف بعد توصيل الكهرباء. الان نشوف تاثير التشغيل الدائره على اضاءه المصابيح الاربعه. بعد ما نشغل الدائره بنلاحظ انه اضاءه المصابيح متوسطه. الان هنا المجموعتين اللي على اليمين واللي على الشمال توزع الكهرباء هون 220 لكن توزعت 110 110 والكهرباء اللي بالماسوره 220 توزعت 110 وعلى اللمبه الثانيه 110. اذا كل لمبه من اللمبات الاربعه وصلها 110 فولت فاضت اضاءه نص اضاءه. نشوف اذا فصلنا واحده من اللمبات الموجوده في الدائره. خلينا نفصل اللمبه هاي. مجرد ما فصلنا اللمبه هاي بس طفت اللمبه المقابله لها او المتصله معها بنفس المجموعه. خلينا نطفي اللمبه في نفس واحده من اللمبات اللي بالمجموعه الثانيه. لو فصلنا اللمبه هاي التاثير كان على اللمبه اللي موصوله معها على التوالي طفت، لكن اللمبات الثانيه ولا صار فيها اي تاثير عليهم. لو فصلنا اللمبه اللي تحت بس اللي بتاثر اللمبه الموصوله معها على التوالي. لو فصلنا اللمبه اللي تحت هون برضو اللمبه هاي اللي تاثرت اللي موصوله معها على التوالي
لو فصلنا اللمبة هاي، اللمبة هاي اللي بتأثر. الآن التوصيلة راح تكون عندنا أربع لمبات، وفي عندنا المفتاح المفرد. راح نوصل اللمبتين اللي على اليمين على التوازي، واللمبتين اللي على الشمال، المجموعة اللي على الشمال راح نوصلها برضو على التوازي، لكن المجموعة اللي على اليمين مع المجموعة اللي على الشمال راح نوصلهم الثنتين توالي. إذا بصير عندنا توصيل يمين توازي وشمال توازي، لكن في الوسط راح نوصلهم توالي ونشوف تأثير على الدائرة. إذا خلينا نوصل العلبة اللي على الشمال أول شيء نبدأ فيها. هاي العلبة اللي على الشمال موجودة عندنا هنا أطراف اللمبة الأولى وأطراف اللمبة الثانية. نوصلهم الآن على التوازي، يعني راح نوصل أزرق مع الأزرق والأحمر مع الأحمر. هيك التوصيل توازي، لما نوصل الطرفين مع بعض يكون هذا التوصيل توازي. وهذا التوصيل التوازي لازم ننقله عبر الماسورة هاي، بدنا ننقل الأطراف اللمبات اللي هون للعلبة اللي في الوسط. راح نوصل الأحمر مع الأحمر، نغطيهم خلاص، وراح نوصل الأزرق مجموع الأزرق مع الأزرق، ويكون عندنا هيك اللمبتين على المجموعة اللي في الشمال يتوصلوا على التوازي، ونقلنا الخطين إلى الطرفين العلبة اللي في الوسط. نفس الشيء بدنا نعمل في العلبة اللي على اليمين. هاي العلبة اللي في اليمين في عندنا طرفين من فوق، في عندنا طرفين من تحت اللمبة اللي تحت، وهاي الطرفين اللي بنقوله من العلبة للعلبة اللي في الوسط. خلينا أول شيء نوصل الأحمر مع الأحمر عشان توصيل توازي، ونوصل الأزرق مع الأزرق، طرف اللمبة الأولى مع طرف اللمبة الثانية، الأزرق مع الأزرق. الآن هذول أطراف اللمبات أصبح موصولين على التوازي. راح بدنا ننقل الخطين هذول للعلبة اللي في الوسط. راح ننقل العلبة في الوسط في عن طريق الكيبل أو الأسلاك الأزرق والأحمر الموجودين في الماسورة هاي. راح نشبك الأحمر مع الأحمر، نوصل الأزرق مع الأزرق، وكون هيك احنا نقلنا الأسلاك الموجودة في العلبة على اليمين إلى علبة الوسط، بحيث يكونوا اللمبات المجموعة على اليمين وصلات على التوازي، وهاي الطرفين هم بمثلوا الطرفين الموجودات في علبة الوسط. هنا عندنا أطراف المصدر، أطراف اللمبات المجموعة اللي على اليمين، وفي عندنا أطراف المجموعة على الشمال، وأطراف المفتاح الكهربائي الأحمر والأصفر، على اعتبار أنه الأحمر هو الخط الحار والبارد لونه أزرق. خلينا نوصل أول وصلة اللي هي الخط الحار إلى المفتاح. الخط الحار إلى المفتاح، الخط اللي بيحمل التيار، بنوصله إلى المفتاح عشان نتحكم فيه ونسكر عليه. إذا هاي أول وصلة لتوصيل الخط الحار إلى المفتاح. الآن عندنا اللمبات اللي في المجموعة اللي اليمين والمجموعة اللي في الشمال، راح نوصلهم توالي. بنوصل الأحمر مع الأزرق وصلة واحدة، يكون هيك وصلنا الأسلاك المجموعة اليمين مع المجموعة الشمال، لمبات المجموعة اليمين مع المجموعة الشمال توصيل توالي. هاي الوصلة ما بدنا نوصل فيها أي شيء، بنسكر عليها، بس هي عبارة عن توصيل المجموعة اليمين مع المجموعة الشمال توصيل توالي. هاي أطراف المصباح الكهربائي، بنوصل الخط البارد إلى المصابيح من خلال اللون الأزرق اللي بيمثل الخط البارد في هاي التوصيلة. هاي الخط البارد إلى المصابيح. الراجع اللي من المفتاح لون أصفر بنوصله إلى اللمبات من خلال السلك الأحمر. يكون هيك اكتمل التوصيل عندنا. خلينا نجرب الدائرة ونشوف تأثير الإضاءة. الآن مجرد ما رفعنا القاطع أضت المصابيح جميعها نصف إضاءة، يعني كل مصباح من المصابيح وصلوا 110 فولت.
كيف وصلوا 110 فولت. الان الكهرباء 220 فولت في الماسوره المصدر، ماسوره المصدر. انقسمت الكهرباء عشان توالي هون، انقسمت الى 110 فولت في الماسوره هاي و110 فولت في الماسوره هاي. وعشان موصولين هون توازي، كل لمبه من كل مصباح من المصابيح هاي اخذ 110 فولت، لذلك المصباح هذا نص اضاءه. نفس الشيء بالجهه اليمين، هون 110 فولت راح عشان موصولين توازي راح يتوحد الجهد لكل مصباح من المصابيح هاي. المصباح الاول راح ياخذ 110 فولت، المصباح الثاني راح ياخذ 110 فولت، لذلك كانت اضاءته اضاءه متوسطه يعني 110 فولت. الان نشوف تاثير فصل اي لمبه من اللمبات الموجودات في الدائره. فرضا ان اول شيء فصلنا اللمبه اللي على اليمين، لما فصلنا اللمبه اللي على اليمين، اللمبه الموصوله معها دائره توازي هون اخذت اضاءه شبه كامله. خلينا نشوف اللي بالمجموعه اللي على الشمال، خفت اضاءه المجموعه اللي على الشمال الى اضاءه اقل من النص، إضاءة خفيفة جدا. شو تفسير هذا الحالة؟ الآن لو فصلنا واحد من اللمبات في المجموعة هاي مثلا، اللي راح تتأثر جميع اللمبات في الدائرة. أول شيء اللمبة اللي موصولة معها على التوازي في نفس المجموعة زادت شدة إضاءتها قريب الإضاءة الكاملة، لكن مش إضاءة كاملة. بينما في الجهة الأخرى خفت إضاءة اللمبتين في المجموعة اللي على اليسار إلى الربع، يعني كانوا ماضيين نص إضاءة، الآن صار أصبح كل واحد منهم ماضي ربع إضاءة. شو اللي صار بالدائرة؟ الآن لما فصلنا اللمبة هاي خفت القدرة الموجودة. أول شيء كانوا متزنين هيك، كانت القدرة في الجهة اليمين نفس القدرة الموجودة في الجهة الشمال، يعني هنا 100 واط و100 واط 200 واط، هنا 100 واط و100 واط 200 واط. الآن لما فصلنا واحدة صارت الجهة اليمين 100 واط والجهة الشمال بقيت 200 واط. الآن راح يختلف توزيع التيار وتوزيع الجهد في الجهة بناء على اختلاف القدرة. هنا الكهرباء 220 فولت وصلت لحد هنا 55 فولت على اللمبتين، يعني كل لمبة أخذت 55 فولت لأنه موصولة على التوازي. إذا الماسورة هاي فيها 55 فولت، لذلك كانت الإضاءة ربع إضاءة. بينما في الجهة الأخرى وصل في الماسورة هاي بقية ال 220، يعني 220 ناقص 55 فولت راح يصل في الجهة اليمين 165 فولت، لذلك أخذت شبه إضاءة كاملة، شبه إضاءة كاملة لكن مش إضاءة كاملة. 165 فولت وصلها، لأنه هاي المصباح اللي في التاء محصول من الدائرة. الآن لو فصلنا أي مصباح ثاني من المصباح، مثل فصلنا هذا المصباح، نفس الشيء راح يختلف الإضاءة على كل اللمبات اللي مشترك معه في المجموعة على التوازي، راح تزيد إضاءته. والمجموعة اللي على اليمين اللي هي مشتركة مع بعض راح تخف إضاءتهم إلى الربع. طب لو فصلنا لمبتين، لو فصلنا اللمبة هاي وردينا فصلنا اللمبة نفسها اللي في المجموعة نفسها، لاحظ انه كل الاضاءة الموجودة اضاءة اللمبات كلها انطفوا لانه موصولين هون على التوالي. فمجرد ما فصلنا الجهة هاي من دائرة التوالي راح تفصل الجهة الثانية. الان فصلنا في هاي الحالة لمبة من الجهة اليمين ولمبة من الجهة الشمال. شو صار؟ الان القدرة ردت تعادلت، صار في عندنا في القدرة اللي على اليمين 100 واط والقدرة اللي على الشمال 100 واط. وعشان موصولين هون توالي، ال 120 220 راح تنقسم بالنص 110 و 110 فولت، فأخذت نصف إضاءة بحيث أنه وصلها 110 فولت، وهي وصلها 110 فولت أخذت نصف إضاءة. الآن بدنا نشوف الجهود الموجودة في الدائرة بعد ما زلنا العازل. خلينا نشوف الجهد المصدر الكهربائي، طبعا هاي الإضاءة، نشوف جهد المصدر الكهربائي. هاي الخط البارد، هذا الخط الحامي، خلينا نشوف الجهد قديش. الآن الجهد 216 فولت، إذن هذا جهد المصدر 216 فولت. خلينا نشوف الجهد الواقع على
اللمبات اللي على الجهة اليمين والجهة الشمال، هاي الجهد الموجود في الجهة اليمين 106 فولت واقع على كل مصباح من المصابيح الموجودة في الجهة اليمين. هنشوف الجهد على الجهة الشمال، الآن 109 فولت الجهد الموجود على اللمبات في الجهة اليسرى. خلينا نفصل واحد من اللمبات. الآن فصلنا اللمبة اللي تحت، زاد إضاءة اللمبة اللي متابعة معها في نفس المجموعة، قديش جهدها صار؟ 172 فولت. الآن نشوف الجهد اللي على اليمين، الآن الجهد اللي على اليمين طبعا قل، كان قريب 100 و110 صار 43 فولت، لذلك إضاءتهم كانت خفيفة جدا. الآن لو طفينا واحدة ثانية من المجموعة الثانية وحلينا لمبة من المجموعة الثانية، راح تتساوى القدرات في الجهة اليمين والجهة الشمال. خلينا نشوف الجهد، الجهد الموجود 105-106 فولت، وعلى الجهة الشمال تقريبا نفس الجهد. هذا الجهد الموجود برضو على الجهة الشمال. الآن هذا التمرين اللي معنا، هاي الحالات الأربعة راح نمر عليها، الحالات الأربعة على التمرين. خلينا نشوف الحالة الأولى لما بيكون الكل توازي. الحالة الأولى عندنا أربع لمبات توازي. الآن بدنا نشوف كيف توصيل، وصلنا الجهة هاي مع الجهة هاي على التوازي، هون نقطتين، والجهة هاي اللمبة مع اللمبة الثانية على التوازي، بعدين وصلنا الجهة هاي مع الجهة هاي برضو على التوازي بالملتقى هذا، وصلنا الخط الحار للمفتاح، وبعدين الراجع لللمبات والبارد على اللمبات. نشوف التوصيل الثانية لما بيكون توالي على الأطراف، توالي وفي الوسط برضو توالي، يعني كله توالي 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 توالي. الآن أول شيء بنوصل اللمبة هاي مع اللمبة هاي خط واحد توالي، بنوصل اللمبة اللي على الشمال مع اللمبة اللي على الشمال بخط واحد توالي، وبعدين نربط المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية بخط توالي. الآن صار عندنا طرفين، هالطرف وهالطرف، بنوصل الخط الحار على المفتاح، وبنوصل الراجع على اللمبات، ونوصل اللمبات بالخط البارد. نشوف الحالة الثالثة لما بيكون عندنا توالي توالي، وهنا بالوسط توازي. أول شيء بنوصل اللمبة الأولى مع اللمبة الثانية في اليمين على التوالي بخط واحد، بنوصل اللمبة الأولى في الشمال واللمبة الثانية في الشمال خط برضو توالي. هاي طرف المجموعة الأولى وهاي طرف المجموعة الثانية، بنشبكهم مع بعض خطين توازي. الآن بضل علينا نوصل الخط الحار بالمفتاح والراجع على اللمبات والبارد على اللمبات. هنشوف الحالة الثالثة لما بكون توازي على الطرفين بالنص توالي، هنا توازي توازي بالنص توالي. التوازي راح نوصل اللمبة الأولى مع اللمبة الثانية في اليمين على التوازي، يعني خطين، خط هاي مع خط هاي، الخطوط مع بعضها بنوصلهم توازي. برضو بالجهة الشمال بنوصل اللمبة الأولى مع الجهة مع اللمبة الثانية بنقطتين توازي، خطين يعني، الخطين بنوصلهم مع بعض. بضل كيف نوصل المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية توالي، راح نوصل خط واحد بس، هاي النقطة هاي مع النقطة هاي بخط واحد اسمه خط توالي، ما بنوصل فيها أي شيء. صار عندنا نقطتين، هاي نقطة وهاي نقطة اللي هي هذه النقطتين، بنوصل الحامي على المفتاح والراجع بالرجع على اللمبات والبارد بنودي على اللمبات.